بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الجمعة الموافق 30/7/2021، تم اليوم تحميل عدد 16 طن من لحوم الأضاحي متوجهة إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف القاهرة 4 طن، مديرية أوقاف الدقهلية 4 طن، مديرية أوقاف المنوفية 4 طن، مديرية أوقاف بني سويف 4 طن. كل عام وحضراتكم بخير.